سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير. مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم مجددا إلى هذه الحصة من سياسة فام للجمعة 24 جوان 2016. كالعادة زميلتي نور الهواري في استقبال وتنسيق المكالمات الهاتفية، حسين العابد اليوم في الكونسولات، محمد كشت في الإعداد والتقديم. حصة أخرى من سياسة فام اليوم، ثلاثة قضايا وثلاثة مواضيع باش نتحدثوا على ما وقع في بريطانيا من زلزال كبير. إذن استفتاء في بريطانيا والبريطانيون في الأخير يقررون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أكيد هل القرار هذا عنده استتباعات كبيرة جدا على مستوى القارة وكذلك على مستوى العالمي، بما أنه ربما الأمور المالية والاقتصادية تأثرت تأثيرا كبيرا هالأيامات، وننتظر ربما إفيدمينو أن ربما أشياء تتغير من هنا إلى ربما بعض الأسابيع وبعض الأشهر. باش نتحدث في الموضوع هذا مع الأستاذ جمع القاسمي، ثم بعد قليل كذلك باش نتحدث على بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي يتحدث على نتائج البكالوريا وخاصة الريبارتيسيون تاع النتائج بالنسبة للجهات المهمشة. إذن بيان واضح وجلي ينتقد ربما النتائج هذه ويشير إلى بعض النقائص لابد أن يتلافاها المجتمع التونسي، بما أن الجهات الداخلية هي التي نالت أقل نسب من النجاح في البكالوريا. أخيرا سيكون لنا لقاء مع الأستاذ هشام حسني، وهشام حسني هو الناطق الرسمي باسم الائتلاف اللقاء الوطني. الائتلاف هذا يعمل الأمس ندوة صحفية ينتقد الإقصاء من مشاورات حكومة الوحدة الوطنية. هذه قضايانا وهذا ما ضيوفنا، وبش ننطلق مباشرة مع ضيفنا الأول الأستاذ جمعة القاسمي. سي جمعة أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم بكل مستمعي إذاعة وزيسة فام. شكرا لك. إذن يبدو حسب بعض العناوين متاع الصحف العالمية قريت بداية نهاية أوروبا، هل هي حقيقة بداية نهاية أوروبا سي جمعة؟ باعتقادي من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء المنظومة الأوروبية كمنظومة شاملة، لكن ما حدث من خلال هذا الاستفتاء هو كما قلت في المقدمة زلزال بأتم معنى الكلمة ستكون له ارتدادات سياسية على القارة العجوز، وكذلك أيضا ارتدادات اقتصادية اجتماعية وأيضا عسكرية، لأن هكذا خطوة من استتباعاتها المتوقعة والثابتة إلى غاية الآن أنها أعطت دفعا جديدا لليمين المتطرف الذي بدأ يستعيد قواه في القارة الأوروبية على وقع عمليات الهجرة المتزايدة لأوروبا، حيث انتعش هذا اليمين أكثر فأكثر وأصبح مؤثر في المشهد السياسي انطلاقا من هذه النقطة بالتحديد. لذلك لم يكن غريبا عندما سمعنا اليوم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ماري لوبان التي دعت وبدأت تستعد للتحضير لما يشبه المذكرة التي تطالب السلطات الفرنسية بإجراء استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي. كذلك أيضا رأينا في هولندا اليمين المتطرف بدأ يتحرك على نفس هذا النهج، وأيضا في بقية دول كذلك الدنمارك والسويد، يبدو أنه في هولندا والسويد والدنمارك تتجه الأمور إلى ربما استفتاء مشابه لما وقع في بريطانيا. نعم، وهذا في حقيقة الأمر يعطي خشية من أن موجة من اليمين المتطرف ذات الخطاب الشعبوي الضيق قد تسيطر على أوروبا. أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي رأينا قبل ما ندخل الاقتصادي أستاذ، أكيد ثم معطى جديد معناها قبل لحظات، رئيس الوزراء الاسكتلندية تقرر معناها استفتاء من نوع آخر الانفصال عن المملكة البريطانية. نعم، وهذه إحدى الارتدادات المباشرة لأنها خطوة كما قلنا زلزالية، وخط البياني لهذا الزلزال ستتواصل وستضرب حتى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. للإشارة كذلك استقالة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني. نعم، لن يستطيع أن يتفاوض حول الخروج
من الاتحاد الأوروبي، وهو الذي كان يدعم بقاء بريطانيا في هذا الاتحاد. لذلك لازلنا سنرى العديد من الخطوات الأخرى، قد يكون هناك شرخ ولو محدود، لكنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن انهيار هذا الاتحاد بالمعنى. قد يتم التوجه نحو إعادة هيكلة هذا الاتحاد وترميم منظومته بقوانين تشريعية جديدة تعطي لهذا الدولة أو تلك ما تريد، خاصة على مستوى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية. برشا محللين يقولوا ثم إمكانية لما يسمى بالليفي الدمينو، يعني أنه ما هيش بتقف عند بريطانيا وبالتالي ننتظر دول أخرى، وهذا ما يطرح ربما معناها سيناريو قد يكون كارثي بالنسبة لأوروبا معناها على المدى المنظور. صحيح، لعبة الدومينو يبدو أنها بدأت، سقوط الحجر الأول ربما قد يؤدي إلى سقوط أحجار أخرى ربما، لكن أيضا لابد من الانتظار قليلا، لأن بعض الجوانب الاقتصادية البحتة قد تحكم على هذه الدولة أو تلك التفكير جديا في بقائها، لأن في خروجها سيكون وضعا كارثيا، وأخص بالتحديد دول البلقان وكذلك دول أوروبا الشرقية سابقا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، التي رغم اندماجها في المنظومة الأوروبية كلها ما زالت تعاني بعض الإخلالات الاقتصادية التي تجبرها على البقاء في الاتحاد الأوروبي، لأنها في خروجها بنزعة حمائية محددة قد تتأثر اقتصاديا ولن تكون قادرة على توفير جميع التزاماتها. لكن أستاذ، مهما يكون من الأمر، مهما كانت ربما السيناريوهات الممكنة ما بعد انسحاب بريطانيا، لن تكون أوروبا ما قبل معناها هذا التاريخ 23 جوان، بما أن بريطانيا بحجمها الكبير في أوروبا ستكون غائبة عن المشهد دون شك، وهذه إحدى أكبر الضربات السياسية، باعتبار أن الوزن والثقل السياسي الأوروبي بخروج بريطانيا سيفقد الكثير والكثير، بحيث سيتأثر الموقف الأوروبي على مستوى الساحة في موازين القوى الدولية، لا سيما وأننا ندرك جيدا أن علاقة بريطانيا تعتبر من أكثر العلاقات المتطورة مع أمريكا، بل أن هناك من يتهم بريطانيا بأنها العميل رقم واحد لأمريكا في أوروبا، وسمعنا هذا في تصريحات للعديد من القادة الفرنسيين وكذلك أيضا الألمان. بمعنى آخر أن خروج بريطانيا سيؤثر دون شك على الثقل السياسي الأوروبي وتأثيره في المشهد الدولي. واضح، لكن الأكيد الأهم، ربما أهم الارتدادات ستكون مالية واقتصادية وتنموية، وهذا قد يحطنا في الصورة بما أننا أصدقاء ولكن كذلك معناها جيران، وننتظر ربما تأثيرات ما على المستوى التنمي عنا، على الاقتصاد بتاعنا، على ربما التوازنات المالية بتاعنا في تونس. أكيد دون شك، البيانات والمؤشرات الاقتصادية لتونس توضح أن حجم مبادلاتنا التجارية يعتمد بنحو 85% على الاتحاد الأوروبي، منها نحو 60-65% من بريطانيا على وجه الخصوص، وهذا أمر في غاية الأهمية. ثم أن هناك استثمارات هامة جدا لبريطانيا في تونس على مستوى الحقول النفطية بريتش غاز أو غيرها، ثم كذلك أيضا استثمارات مباشرة في بعض المصانع هنا وهناك. بمعنى آخر سنكون تحت تأثير هذه الارتدادات، بالنظر إلى العاملين المذكورين سواء على مستوى المبادلات التجارية أو الاستثمارات، وكذلك أيضا على مستوى السوق البريطانية السياحية، لأن السياح في وقت ما كانوا يشكلون نسبة هامة من إجمالي عدد السياح الأوروبيين الذين تدفقوا على تونس. تعرفون بعد عملية سوسة فندق قنت ريال عدد من السياح الإنجليز سقطوا ضحايا ذلك العمل الإجرامي الإرهابي الجبان، تأثرت السوق السياحية البريطانية، وبالتالي رأينا كيف أننا نعيش في أزمة، خاصة وأن سوسة والجنوب الشرقي جربة ولا غير ذلك كانت تعرف بكثافة تواجد السياح البريطانيين والألمان. هذا كلها ستكون لها
تداعيات مباشرة على وزارة الخارجية وبقية الوزارات المعنية أن تتكثف أعمالها الآن لرسم السيناريوهات المتوقعة، وبالتالي التحضير الخطة أليف والخطة باء والخطة جيم للتصدي لهذه الارتدادات، خاصة وأن وضعنا الاقتصادي هش وضربة هكذا ستؤثر عليه مرة أخرى. نعم، إذن هذه الارتدادات أكيد ستطال الجميع، خاصة ربما حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن ستطال كذلك المهاجرين في بريطانيا وفي أوروبا، بما أنه الآن ربما التنقل داخل أوروبا لن يكون كما كان قبل هذه الحادثة متاع انسحاب بريطانيا. دعني أشير أولا إلى أن عنوان المهاجرين هو أحد الأسباب الرئيسية والبارزة. نعم. الذي كان وراء هذا الاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دون شك ستتأثر مسألة أو قضية اللاجئين بهذا القرار، لكن فيما يتعلق بحرية التنقل تعرفون أن بريطانيا رغم أنها عضو في الاتحاد الأوروبي لم تكن عضوا في فضاء شنغن، وبالتالي المسألة في فضاء شنغن كان يشمل 26 دولة فقط وبريطانيا خارج منها. المشكلة تكمن بالأساس في تناني بروز ظاهرة اليمين في بقية الدول الأوروبية الذي سيؤثر دون شك سلبا على التواجد المهاجرين سواء كانوا عرب أو أفارقة أو أسيويين. بالطبع ضربات المتتالية لداعش من هنا وهناك خاصة في أوروبا ستؤكد على هذا المنحى، وربما قد تقوي اليمين في أوروبا. تلك هي الخشية، الخشية من أننا نتجه تدريجيا نحو موجة من اليمين المتطرف ستشمل غالبية الدول الأوروبية، بحيث سنرى تأثيرات مباشرة على المهاجرين، ونحن معنيون بهذه القصة باعتبار لدينا نحو 1,000,000 إلى 1,200,000 تونسي يعيشون في أصقاع أوروبا، لذلك المسألة في غاية الخطورة وارتداداتها ستكون ترتقي إلى مستوى حجم هذا الزلزال. شكرا أستاذ جمعة الكاسم على كل هذه الإفادات. إذن تحدثنا عن الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاته وارتداداته. ما زلنا بتحدثوا على موضوع الآن بتحدث تونس، بشحطوا على نتائج البكالوريا من خلال بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصافحة الأستاذ عمر بن رمضان المكلف بالإعلام في المنتدى. إذن باش نحطوا على موضوع مهم، نتائج البكالوريا من خلال بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع الخط الأستاذ عمر بن رمضان. سي عمر أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. طبعا ما ننسوش باش نقول لك رمضانك مبروك. مبروك للجميع وكل عام وانتم بخير. شكرا لك سي عمر. اذا بيان حول نتائج البكالوريا هذا العام، يبدو انها نتائج معناها شديدة الوضوح هذا العام، واضح جدا انها بينت ربما الخارطة الاقتصادية والاجتماعية لتونس من خلال هذه النتائج. لماذا هذا البيان وماذا اردتم ولمن ترسلون ربما لميساج بتاعكم الرسائل بتاعكم؟ تفضل. لابد من الملاحظة أن نسبة النجاح خلال هذه السنة الدراسية كانت أفضل بكثير من سنة 2015. صحيح. هذا من خلال مختلف النسب اللي طورت تقريبا، تطور هذا الشمل نسب متفاوتة أيضا مختلف ولايات الجمهورية، لكن المرارة هي حقيقة ليست نتيجة معناها نتائج هذه السنة الدراسية فقط، بل نتيجة نتائج خلال الخمس سنوات الأخيرة، واللي ظهرت أكثر وضوح خلال هذه السنة من خلال التفاوت الجهوي في نسب النجاح بين مختلف شهادات الجمهورية، واللي اعتبرها المنتدى كآخر تجلي آخر من تجليات أزمة المنوال التنموي المتبعة في تونس، واللي الكلفة متاعه شملت فقط الفئات والجهات المحرومة. إذن المنتدى عبر من خلال هذا البيان عن معناها إحساس بالمرارة تجاه هذه النتائج، واعتبرها ضربا للحق في التعليم ولمبدأ تكافل الفرص بين كل المتعلمين من أبناء الوطن الواحد. هذه النسب اللي كانت تقريبا تراوحت من الساقف من 55% في الساقف إلى القصرين اللي كانت 21%، تفاوت كبير حتى في حجم معناها القفزة اللي حققناها بين 2015 و2016، كان تم تفاوت كبير اللي نبهنا به، والخطورة استمرار هذه السياسة خاصة بعد خمس سنوات من الثورة
لأنها تعتبر تخلي إرادي من الدولة عن خدماتها تجاه المواطنين، وأهم خدمة بالنسبة لنا هي التعليم. إذن هذا هذه النتائج وهذه الخارطة الجغرافية هي تقريبا نفس الخارطة اللي تبرز مختلف مؤشرات التفاوت بين الجهات، مؤشر الفقر، مؤشر الوصول للصحة، مؤشر التمدرس، مؤشر الانقطاع المدرسي، مؤشر الأمية، مؤشر بتاع البنية التحتية، بتاع المشاريع. إذن هي تقريبا هو نفس الخارطة تنطبق على مختلف المؤشرات. هات نذكر معها، كان نذكر بها كان تسمح بعض الأرقام اللي بيش يتابعونها سادة المستمعين. إذن نسبق الص... حتى من خلال نسب البطالة، نسب البطالة إلى المعدل الوطني تقريبا 15%، واللي تنخفض في المدن الكبرى والمدن تونس العاصمة وأحوازها وأيضا سوسة والمنستير توصل ل 11%، اللي توصل تطاوين وقفة 27 والقفرين 28%. بعدين خلينا نذكر بمعنى بعض النسب نتاع النجاح نتاع البكالوريا. إذن في كما ذكرت في صفاقس تقريبا 50% أو أكثر، والشريط الساحلي نتحدث على سوسة ونابل وبنزرت ومنستير وكذلك مدنين بين 40 و50%، ثم نتوغل شيئا ما في الداخل نلقو منوبة وزغوان وسليانة والقيروان وجابس وتطاوين بين 30 و40%، ثم نزيد نتوغلوا شوية نلقو جندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي بين 20 إلى 30%. حتى هو تقريبا الإضافة أيضا الأرقام اللي عطيتها حتى في مقارنة بين نتائج سنة 2015 و2016 حتى في القفزة اللي حققتها مختلف الولايات، كانت هذه القفزة أيضا غير متساوية، كان ثم تفاوت. إذا كان شفنا مثال تونس، كانت النسبة بتاع القفزة اللي حققتها تونس 14.75%، نابل 12.68%، منوبة 12.62%، القرونه اللي هي معناها نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا 14.58%، في حين النسبه هذه كانت في قبلي 5.68% فقط، كانت في باجه 7.88%، في الكاف كانت 8.7%، في قفصه كانت 8.98%. اذا الارقام هذه تبرز تفاوت كبير، تبرز تفاوت كبير اذا بين مختلف جهات الجمهوريه. اعتبرنا في المنتدى التونسي للحقوق الفرديه والاجتماعيه انه ثم اجراءات عاجله بامكان وزاره التربيه والحكومه التونسيه ان تقوم بها، وثم اجراءات طويله المدى وهي تشمل المنوال التنموي، هذا المنوال اللي كرس هذه جمله هذه الثوارات. اذا الاجراءات العاجله خاصه في المستوى البيداغوجي والمستوى الاداري في مستوى البنية التحتية اللي وزارة التربية قادرة اليوم باش تاخذ اجراءات سريعة، خاصة وانه السنة الدراسية القادمة باش نشهد بداية تطبيق ما يسمى باصلاح المنظومة التربوية. ولو انه مازال عندنا ربما شك في دائما عندنا ننظر بنوع الريبة لمثل هذه النصوص الجميلة اللي تخرج حول الاصلاحات ومختلف الوظائف، دائما ننتظر التطبيق والفائدة في الممارسة الميدانية. اذا اليوم كي تشوف مثال، حتى ناخذ مثال في التعليم الثانوي، متفقد في التعليم الثانوي في اللغة الانجليزية في جهة القصرين يأثر في 48 متربص، هي انه في تنخفض النسبة هذه في تونس الكبرى من 1 إلى 5 متربصين. اذا حتى في مستوى الإطار التربوي دائما المتربصين الكل يمشي للمناطق هذه، أصبحنا ننظر المناطق هذه العمل في هذه المناطق كشكل من أشكال العقوبة وكشكل ربما حتى الإطار التربوي اللي يدرب ويأخذ الدربة الكافية ويأخذ الكفاءة الكافية دائما ينقل ويمشي للمناطق المحظوظة بطبيعتها. إذن لابد من إجراءات باتجاه تحفيز الإطار الإداري والبداغوجي على البقاء في هذه الجهات، لابد ايضا من اجراءات في اتجاه تحسين البنيه الاساسيه في مختلف هذه الجهات. ناهيك انه اليوم بنفس التلامذة بنفس المؤشرات عندنا المعاهد النموذجيه في مختلف هذه الجهات تحقق نفس النسب نتاع المعاهد النموذجيه الموجوده في الولايات المحظوظه نوعا ما. اذا الاشكاليه ماهيش فقط في التلميذ او في العنصر البشري كما يحاول البعض يسوقوه، بقدر ما هي اشكاليه في الامكانيات. نعم. الو الو، انقطع الخط. اذا نحاول الاتصال مجددا بسي عمر بن رمضان. اذا تحدث عمر على نتائج البكالوريا وعلاقتها بالمنظومه التنمويه. الاكيد جدا انه كما تحدثنا او كما فصلنا في بعض الـ 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 الارقام، الارقام واضحه وجليه، ربما الانطلاق من الساحل والدخول شيئا فشيئا الى الهامش الى الداخل، هذا يوري بلي
حسب سيمر أنه الخارطة متاع التهميش الاقتصادي والاجتماعي هي ذاتها خارطة التهميش التربوي والثقافي، وبالتالي لابد من الاشتغال على التهميش هذا وإعادة ربما النظر في السلم الاجتماعي مرة أخرى. نحن نذكر معناها في بدايات الاستقلال ما كانش هذا ربما السلم الاجتماعي، كانت كل تقريبا اللي نجحوا واللي وصلوا إلى مراتب عليا في البلاد كانوا أفاقيين، يعني كانوا من الهامش. هذه صورة تغيرت الآن، وللأسف الشديد نقوله الآن تغيرت المعطيات. رجع معنا سي عمر. سي عمر أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مازال ما رجعش سي عمر، نعاودوا نتصل به سي عمر. إذن عن المنتدى، منتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذن نتحدث على نتائج البكالوريا وكيف يمكن نظر إلى نتائج البكالوريا كنتيجة للمنوال التنموي في تونس، وما الذي تغير في الأخير معناه في تونس منذ بداية ما بعد الاستقلال إلى الآن. إذن يعود إلينا الأستاذ عمر برمضان. سي عمر أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. إذا كان باش نسألك سؤال مباشر الآن، أنت تعرف جيدا أن في بدايات الاستقلال والسنين الأولى لدولة الاستقلال كان السلم الاجتماعي متاح للجميع، وهذا معكس ربما اللي يوصلوا وتقدموا في المراتب الدولة وحتى في الساحة السياسية كانوا تقريبا كلهم أفاقيين، كلهم من الهامش. هذه صورة انقلبت الآن، ما الذي تغير؟ إذا الصورة حول التعليم، إذا كما قلت أنت كنا ننظر لقبل هو وسيلة الارتقاء والسلم الاجتماعي الوحيد اللي تنجم من خلاله تنهض، معناها المتعلم ينهض بنفسه ينهض أيضا. حتى وقتها كانوا الأفاقيين بمعناها الحرمان اللي عندهم يعطيهم أكثر ربما سوف ويعطيهم أكثر من إرادة لعمل، وهذاك اللي خلاهم ينجحوا ويكونوا الأوائل في النتائج. هذه ربما تغيرت تدريجيا مع بداية التغير الهيكلي اللي وقع للمجتمع التونسي، مع بداية الإصلاحات الهيكلية، ومع بداية معناها دخول أطراف حتى خارجية على معناها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس. إذا رأينا إذا تخلي تدريجي من الدولة عن التعليم، رأينا إذا أصبح التعليم لم يعد هو الوحيد سلم اجتماعي، أصبحت ربما ثم مجالات أخرى تنجم تعطي صورة أفضل على الصورة بين ظفرين مادية، خاصة اليوم صورة صحيح. المتعلم هو بطال، هو عنده شهادة وقاعد في الدار، هو أيضا ثم خاصة في المناطق الحدودية كما نشوف مثال ظاهرة التهريب وعديد الظاهرة التجارة الموازية والاقتصاد الموازي، هذه أيضا ربما أعطت صورة أخرى على أنه التعليم ما هوش هو الوحيد سلم اجتماعي. نظرتنا أيضا للهجرة وما يتبع من الهجرة وصورة المهاجر عندما يعود لأرض وطننا متاعه، وخلتنا أيضا ننظر أنه التعليم ما هوش السلم الاجتماعي الوحيد. أيضا نظرتنا للمدرسة العمومية، المدرسة كانت قبل كان تلميذ يمشي للمدرسة فرحان لأنه يعتبرها هذيك الوسيلة باش يغير بها معناها الواقع متاعه والواقع المزري متاعه، لكن اليوم أصبحنا حتى صورة المدرسة هي باش تمشي باش تنضم إلى جيش العاطلين والمعطلين على العمل. إذا هذه الصورة ما يتحملهاش المجتمع التونسي وحده، وهي نتيجة خيارات حتى دولية. تونس اللي انخرطت في ما يسمى هذا الإصلاح الهيكلي منذ نهاية الثمانينات، وهذا المنوال التنموي اللي قايم على اقتصاد السوق، اللي قايم على تخلي الدولة عن عديد القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل، إذا أفرزت جملة من كانت الكلفة الاجتماعية نتاعه باهظة. الكلفة الاجتماعية شملت هذه الفئات الفقيرة والمحرومة، شملت هذه الجهات الفقيرة والمحرومة، ولليوم أصبح هذا التوجه الاقتصادي يبحث عن المردودية السريعة والربح السريع والربح السهل، اللي يخليه دائما يتركز في مناطق اللي عندها حظوة من ناحية البنية الأساسية والبنية التحتية. إذا اليوم نحن مطلوب أيضا نرجع الصورة الناصعة للمدرسة نتاعنا، المدرسة التونسية اللي هي أيضا حتى تكون بوابة نتاع نجاح، تكون معناها ثم تلميذ عنده رغبة كبيرة باش يمشي للمدرسة هذه، ما عادش المدرسة كما تحمل الصورة اليوم فقط زجرية، مدرسة نتاع تثقل كاهل التلميذ أو كاهل المتعلم، بل المدرسة تخلي التلميذ يفرح باش يمشي يتعلم حاجة جديدة تفيده وتفيد بلاده وتغير من واقعه، من واقع عائلته، من واقع جهته، من واقع بلاده. هات نجرد أكثر أستاذ عمر، ما تحسش معايا قد يكون معناها الفينومين نتاع الدروس الخصوصية هو اللي ربما اللي خلى المعادلة تنقلب معناها رأسا على عقب؟
ومعناها هذه ظاهرة الدروس الخصوصية ما هي إلا إفراز من هذه الإفرازات اللي نتاع الخيارات اللي كنا نحكو عليها. لو نحكو مثال أيضا حتى بالأرقام خلال الخمس سنوات الأخيرة، خلال الخمس سنوات الأخيرة نفقات وزارة الداخلية تطورت 72%، نفقات وزارة الدفاع تطورت 48%، نفقات وزارة الشؤون الدينية تطورت بنسبة 44%، في حين أنه نفقات وزارة التربية تطورت 8.9% فقط. نجم نلقوا مبررات لربما لتطور عديد الوزارات باعتبار الوضع السياسي والأمني الموجودين فيه تونس حاليا ومقاومة الإرهاب، لكن أيضا المنظومة التربوية وأيضا التعليم هو جزء من هذه المقاربة. صحيح. إذن اليوم ثم مقاربة كاملة في اتجاه تخلي تدريجي من الدولة. اليوم نحكو على شجعوا أكثر قطاع خاص، نحاولوا نشركوا القطاع الخاص، نحكوا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذا هذه ربما اللي خلت التعليم ننظر له دائما بهذه الصورة، وخلت اليوم التعليم في تونس ما عادش مجاني. المنتدى التونسي للحقوق الفردية والاجتماعية كان في دراسة أولى أنجزها سنة 2013 حول ظاهرة الانقطاع المدرسي. المدرسة التونسية اليوم تتخلى على أكثر من 100,000 تلميذ سنويا، 100,000 تلميذ سنويا ما يكونش عندهم مجالات أخرى لتحقيق أنفسهم. هذا 100,000 يكون مصيرهم إما الهجرة غير نظامية، وإلا مصيرهم تكون المجموعات الجهادية أو غيرها أو البطالة. أيضا المدرسة العمومية التونسية ما عادش عندها نفس الصورة اللي كانت. جسمه ثم رقم آخر مهم إذا كان نعرفوه، معناها الرقم تاع اللي قاعدين يتنقلوا شيئا فشيئا للمدارس الخاصة ولا المعاهد الخاصة اللي قاعدة تظهر الآن في كل جهات تقريبا وتغزو ربما المجتمع التونسي. هذا رقم أكيد مفيد جدا إذا كان نعرفوه. ما عنديش ربما الرقم، لكن الرقم تطور بشكل كبير، تقريبا ضاعف أكثر من 5 مرات خلال 3 سنوات فقط الأخيرة. اليوم نحكو على قطاع المدارس الخاصة حتى في الولايات، في نفس هذه الولايات الداخلية. صحيح. تقريبا أصبحت موجودة. صحيح. وأصبحت معناها هذه نتيجة الصورة اللي نحملوها على المدرسة العمومية، وحتى ونسب النجاح فيها تقارب 100%. هذا واضح، هذه الصورة. إذن التعليم الخاص ماهوش هو القدر نتاعنا. نجموا نحسنوا من المدرسة العمومية، نجموا نرجعوا صورة الناس على المدرسة العمومية، لأنهم نفس الإطار التربوي أو اللي يمارس في التعليم الخاص هو نفسه اللي يمارس في التعليم العمومي. بل معروف عنا أنه دائما الإطارات التربوية وإلا الصحية هي الأكثر كفاءة دائما موجودة في التعليم العمومي، فقط لو توفر لها الظروف، لو توفر لها المجال. ظاهرة الدروس الخصوصية اللي نخرت هذا المجتمع أيضا هذه اضطرت لها العائلة التونسية اضطرار. اليوم حتى في دراسة أيضا أنجزناها سنة 2015 مع الاشتراك مع منتدى العلوم الاجتماعية وعلى مرصد الشباب حول كلفة التلميذ. اليوم تلميذ الابتدائي تقريبا في معدل يتكلف أكثر من 100 دينار على العائلة التونسية العودة المدرسية متاعه. تلميذ الثانوي يتكلف تقريبا أكثر من 200 دينار على العائلة في أثناء العودة المدرسية. إذا حتى التعليم العمومي اللي كنا نعتبروه بين ظفرين مجاني اليوم ما عادش مجاني. اليوم ان شاء الله بالمقاربه الجديده نتاع الاصلاح، ولو انه كنا نتمنى ان المقاربه الاصلاحيه نتاع المنظومه التربويه تكون اكثر تشاركيه، ونعتبر انه راو اذا كان يكون تم اصلاح هيكلي وجذري وشامل، راو كل بقيه الاصلاحات هي مجرد عمليات تجميل او حلول انيه. قد قدمنا نتعامل بنفس المنوال باش نعاود ربما نكرر نفس هذه المشاكل. ان شاء الله يكون تم وعي بعد، خاصه معناها التحديات اللي مقادمين عليها تونس، وعي في اتجاه تغيير الواقع متاعنا، في اتجاه نفعلوا القوانين اللي للأسف دائما عندنا قوانين وعندنا نصوص جميلة لكن وعندنا دستور يشير إلى التمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي اليوم يلزمنا نفعلوا هذا التمييز الإيجابي كما فعلوه في التنمية المحلية، كما فعلوه في البنية الأساسية، كما فعلوه اليوم حتى في مجال التربية والتعليم، باش نحفزوا إطاراتنا وخيرة إطاراتنا الإدارية والبيداغوجية وخاصة البيداغوجية والتعليمية أنها تبقى وتتشبث بالعمل في هذه المناطق اللي احنا بين ظفرين عندنا تخوف من العودة المدرسية القادمة في المنتدى التونسي الحقوقية والاجتماعية. لأنه في تقريرنا حول الاحتياجات الاجتماعية خلال سنة 2015 كان المنتدى رصد 20% من جملة الاحتياجات الاجتماعية كان عندها علاقة بالمجال التربوي، وهذا مش راجع فقط راو لعلاقة المتوترة ربما لطبعة سلطة الإشراف مع النقابات، راجع أيضا للعودة المدرسية اللي كانت متعثرة خاصة في المناطق الداخلية، خاصة في المدارس النائية اللي الإطار التربوي ما وصلش في وقته.
اللي مدارس معناها الأشغال قاعدة موجودة شهر وشهر ونص بعد العودة المدرسية، اللي ثم مدارس أغلقت هكذا بقرار إداري دون معناها استشارة الأهالي أو دون تشريك الأهالي أو دون بديل معناها يراعي مصالح الأهالي. إذن أيضا حتى هذه سنة دراسية بالنسبة لنا نتوقعوا ربما بعض التوتر. ليش بعض التوتر؟ لأنه ثم المقاربة نتاع إصلاح تربوي ما تحتاج برضا جميع الأطراف، ورينا الأيام الأخيرة مجموعة من الاحتجاجات. ثم أيضا خيار من الدولة في اتجاه أنه ما يقعش انتدابات، وهذا نقطة استفهام كبيرة في قطاع التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. إذن السنة المدرسية القادمة باش نشاهدوا ربما مشاكل من النوع هذا. ثم خيار في اتجاه تخفيض من نظام الفرق، وذلك بإغلاق المدارس ربما اللي يقل عدد التلاميذ على 50%. هذا باش يخلي برشا توترات ان شاء الله نتجاوزوها، ان شاء الله وزاره التربيه تتحمل مسؤولياتها وتكون في مستوى ان شاء الله اللحظه التاريخيه، وان شاء الله السنه الدراسيه القادمه اللي ايضا باش يشهد التخلي على نسبه 20% من البكالوريا، ما نعاودوش نلقوا ارقام كيما نتاع سنه 2015 ولا اقل من 2015، نعاودوا نحكوا كيف معناها على نفس الاشكاليات. على الاقل نحن نخفضوا هذه الفوارق، نعملوا اهداف على الاقل مرحليه في اتجاه تخفيض هذه الفوارق بنقطتين في كل عام حتى نوصلوا الى نوعا ما من التوازن بين مختلف هذه الجهات. شكرا لك سي عمر برمضان، المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، تحدثنا عن بيان للمنتدى حول نتائج البكالوريا. اهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا الى سياسه فهم. باش نتحدثوا سياسه الان، باش نتحدثوا على اللقاء الوطني اللي قد ندوه صحفيه انتقد فيها اذا النقاشات والحوارات الجاريه الان لتحديد ربما هويه الحكومه، حكومه الوحده الوطنيه. مع الخط الناطق الرسمي باسم اللقاء الوطني الاستاذ هشام حسني. سي هشام اهلا وسهلا مرحبا بك. اهلا بكم مرحبا بمتابعي وزيزافير، وشكرا على الاستضافه باش تمكننا احنا نبلغوا صوتنا للراي العام. مرحبا بك ومرحبا بكل من يريد ان يبلغ صوته، هذا واجبنا سي هشام. اذا ندوه صحفيه للقاء الوطني، والواضح انه المساج واضحه، انتقاد للمشاورات، مشاورات التي تجريها رئاسه الجمهوريه من اجل تكوين حكومه الوحده الوطنيه. اذا واضح انكم اقصيتم من هذه المشاورات. وفي الحقيقة أنا ككون المشهد السياسي وثم مبادرة معنا تهم الشأن العام، لا يمكن أن نبقى صامتين. لذا قمنا بعقد ندوة صحفية لتعبير عن رأينا، بما أن المؤسسات الرسمية أقصت طيفا هام من المشهد السياسي، ليس اللقاء الوطني فقط وإنما طيفا هام من المشهد السياسي، وجد نفسه بقى مقصير رغم اللي ثم من كانوا حلفاء لنداء تونس رئيس الجمهوريه مثل حزب العمل الوطني الديمقراطي او الحزب الاشتراكي، هناك كانوا مشاركين في تشكيل الحكومه الاولى، اليوم وقع اخطاء من المشاورات. نحن الغايه كما طرحنا في الندوه الصحفيه اننا نريد ان نشارك في وضع البرامج وليس في الحكومه، بل ننتقد اصلا فكره حكومه وحده وطنيه، لأن فكرة الحكومة الوحدة الوطنية هي تتشكل من العديد من الأحزاب، ونعود أيضا إلى منطقة المحاصصة الحزبية التي أثبتت فشلها في الحكومات المتعاقبة. نحن قلنا نريد حكومة وطنية وليس حكومة وحدة وطنية. عندما نقول حكومة وطنية يعني حكومة لها برنامج وطني يمكن أن يخلص البلاد من الهيمنة الاستعمارية، من الارتهان إلى الدوائر المالية، وخص بالذكر هنا املاءات صندوق النقد الدولي. هذا هي الحكومه اللي عجبها، حسب حكومه لها برامج ليست الافراد، لا يهم الافراد من ينفذ هذه البرامج. ممكن ان يبقى سيد الحبيب السيد بوزرائه جميعا، لكن ان يلتزموا ببرامج وطنيه تضعها الاحزاب، وممكن لكل الاحزاب الوطنيه أن إذا تكاثفت جهودها وتوحد هذه الوحدة الوطنية ونجي تتوحد نحو المصلحة الوطنية، هذا من سميها الوحدة الوطنية وليست حكومة الوحدة الوطنية. وإذا توحدت الجهود ممكن وجود الحلول التي ممكن أن تنقذ البلاد في هذه الأزمة الخطيرة. ومن بين هذه الأحزاب هو الائتلاف اللقاء الوطني اللي عنده مشروع كامل لبرنامج وطني ممكن أن يساهم في الانتعاش الاقتصادي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، وهذا يؤدي الى الاستقرار السياسي
بالطبيعة. نعم، لو توضح لنا هذا سؤالي ليك بالنسبة معنا برنامجكم، برنامج الإنقاذ الوطني، كيفاش معناها تقدموه للناس، وشنو اللي يدعو إلى معناها إلى ائتلاف اللقاء الوطني أن يقترح الإنقاذ؟ هل حقيقة تونس وصلت إلى ربما مراتب متاع معناها متاع إنقاذ؟ سمحني يا محمد، نحن ليس بحملة انتخابية حتى نقدم برنامجنا لعموم الشعب. نحن الآن في مرحلة دقيقة لابد من التحاور عبر القنوات الرسمية مع الحكومة، مع الحكومة هي اللي نخشوها في البرامج، يقدموا لها برنامجنا. هذاك علاش قلنا لابد من توسيع دائرة المشاورات وتوسيع دائرة الحوار. هذا هو، احنا عندنا برامج عاجله وعندنا برامج معناها على المستوى المتوسط. هذا كان يشارك، اذا كان يشاركونا نعطيه هذه البرامج وما حشناش باش نحققوا. لسنا طلاب دراسي، نحن طلاب، نحن نريد انقاذ الوطن. هذا ما يهمنا في المرحله الحاليه، على خاطر التوفان سياتي على الجميع، لم يترك لا الاخضر ولا اليابس، حتى احزاب الحكم سوف ياخذوا هذا التوفان. رانا في خطر كبير، خطر مهدف. اذا كان الناس ما تتخلصش من عقد نتاع السلطه ومن كل واحد الغنيمه اللي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة، الفارسة كلها تعاملت مع سلطة منطقة الغنيمة، اليوم لابد أن نتعامل مع سلطة في منطقة المسؤولية الوطنية. راهي مسؤولية كبرى، رانا في خطر، وخطر كبير جدا. أنا لابد من التدارك هذه، رانا نلعب في الوقت الضايع الآن. الاقتصاد منهار، الوضعية الاجتماعية حالة احتقان كبرى في جميع مناطق الجمهورية، مش في الداخل فقط، حتى في المدن الكبرى تشهد حالة بتاع احتقان. اليوم ثم اجراءات ممكن ان تتخذها الحكومة الحالية او القادمة، وهي اجراءات عاجلة، هي اجراءات موجعة تحت ضغط من صندوق النقد الدولي اللي خلانا معناها نرتهنوا له بالمديونية، واليوم يعطي املاءات، هذه الاملاءات موجعة لها عواقب وخيمة اجتماعيا، وبالتالي سوف تزعزع الاستقرار السياسي في البلاد. بس هشام، كلمة في أخير على الائتلاف، ائتلاف اللقاء الوطني، إذا يضم مجموعة من الأحزاب اللي نذكروا حزب الوحدة وحزب الخضر وحزب الشعبي التقدمي، مجموعة من الأحزاب، هل هنالك ربما تقدم في ربما محاولات لائتلاف مع مجموعة أخرى من الأحزاب؟ أكيد. ثم أمامكم الآن تقريبا الناس كلها تهيأ لاستحقاق الانتخابات البلدية، كلمتين تفضل. والله هو احنا ما زالت المشاورات قائمه مع العديد من الاحزاب لتوسيع هذا ائتلاف اللقاء الوطني. اما بالنسبه للانتخابات البلديه في المرحله الحاليه ما زالش اهتمامنا، على اهتمامنا ان نضع برامج لانقاذ البلاد. اليوم نحبوا نضغطوا على الحكومه سواء كان الحاليه او رئيس الجمهوريه او الحكومه القادمه على بلورة برنامج وطني. هذا اللي يهمنا، بعد شكون يكون في الانتخابات البلديه، كنا موجودين فيها او ما كناش موجودين، احنا المهم انه كل انسان يكون في السلطه ان يتحمل مسؤوليته وان يكون وطنيا فعلا، ولا يبحث عن الكراسي فقط من اجل التشريف. شكرا لك استاذ هشام حسني، الناطق الرسمي باسم اللقاء الوطني، تحدث عن ندوه صحفيه. عندك مضيف، تفضل. شكرا، حبيت انا نشكر وزير التفاهم ونشكر الديبلوماسيه وكيف الشعب التونسي، ونتمنى ان الحكومه القادمه تكون حكومه وطنيه، وان رئيس الجمهوريه يراجع مبادرته بمعناها ويطورها. هي مبادره جيده، الدعوه الى الوحده الوطنيه، لكن نرجو ان تكون حكومه وحده وطنيه، حكومه محاصصه حزبيه. شكرا لك استاذ هشام حسني، الناطق الرسمي باسم اللقاء الوطني، وهو ائتلاف لمجموعه من الاحزاب. هكذا نكون وصل لنهايه هذه الحلقه. سبورت، الموسيقى، الاخبار، والزفن سن معك التصوير.